نرجع ودكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، مساء الخير على حضرتك. تحياتي لحضرتك أحمد بيه وتحياتي لمتابعينا الكرام. ماذا عن مستقبل الطاقة في مصر؟ طاقة المتجددة، سيادة الرئيس النهاردة عامل اجتماع الهيدروجين الأخضر، عندنا محطات، عندنا رياح، عندنا شمس، وبالتالي عندنا خطوة قادمة تتعلق بالطاقة المتجددة. هو طبعا زي ما حضرتك أشرت، الاستقرار في الطفرة الكبيرة اللي تمت في مجال الكهرباء ده اللي خلى مصر بتاخد خطوات جدية وكبيرة في مجالات الطاقة النظيفة والطاقة الحديثة، ونتكلم على الهيدروجين الأخضر. النسب أو تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة اللي بقت الحمد لله وصلت لقدرات كبيرة ومتوقع أن هي تزيد في السنوات القادمة. في نفس الوقت التوجه العالمي للطاقة النظيفة، وكمان أيضا للاستثمار وضخ الاستثمارات بصفة عامة في الهيدروجين الأخضر وبصفة خاصة في مصر في المجالات ديت، لأن يعني شافوا أن مصر أول حاجة أن هي بتسير دائما في المجالات دي بمخطط علمي ومدروس ورؤية واضحة جدا. كمان في نفس الوقت المجال المفتوح للاستثمار للقطاع الخاص بدرجة كبيرة جدا، المجالات المطروحة مجالات حديثة، المستثمر عارف هو هيروح فين، هيعمل ايه، الأماكن المتاحة دي، الاستثمارات اللي هو هيضخها معروف ان هو في السنوات القادمه هتبقى بشكل كبير جدا، هيبقى عائد بتاعها كويس جدا. ولما بنتكلم عن الهيدروجين الاخضر بنتكلم على كمان مشتقات ليه. يعني طبعا الهيدروجين الاخضر ده هو عنصر من عناصر الميه، بيتم تحليل الميه ديت عشان نطلع هيدروجين. لو المصدر بتاع الاجهزه التحليل الكهربي ديت من مصادر نظيفه ومتجدده، في الحاله دي الهيدروجين بيبقى بيسموه هيدروجين اخضر. طبعا الهيدروجين ده بيخش في صناعات اخرى زي الامونيا، وبالتالي تعتبر امونيا خضراء، زي الميثانول يعتبر برضو ميثانول اخضر، وهكذا في مشتقات كتير جدا بتطلع من الهيدروجين ده. المشتقات ديت بتستخدم، ممكن تستخدم كمصادر للطاقه، ممكن تستخدم في الاسمده، في حتى الشركات الملاحيه الكبيره بتتجه حاليا للتوسع في استخدام الطاقات الخضراء والميثانول الاخضر. عندنا في مستثمرين قطاع خاص متوقع ان شاء الله مع نهايه هذا العام يبدا انتاج. من جوه ولا من بره؟ لا، من هو كله، لا في جزء يعني محلي واجنبي. نعم. يعني مستثمر اجنبي مع هيعملوا ايه؟ هيعملوا امونيا خضراء. ايوه. هتخش في الاسمده. وعايز اقول لحضرتك يمكن النقطه ديت مهمه جدا. لان دلوقتي زمان كان المستثمر المحلي يعني التصنيع المحلي بيخش على استحياء او بيخش يعني كان من الباطل، انما دلوقتي لا. كل المستثمرين المحليين والتصنيع المحلي بيخش كشريك. نعم. مع المستثمر الأجنبي، وبالتالي بأول حاجة بنستفيد إن بتنقل الخبرة ديت للشركات دي. كمان في نفس الوقت بننقلها للدول الأفريقية، بالإضافة إلى أنت بتوطن بقى الخبرات ديت على أرض مصر. نعم. كمان في نقطة تانية مهمة أيضا، وديت من ضمن النقاط اللي يمكن حضرتك أشرت إليها في التقرير بتاع اللقاء النهارده، وهو توجيهات سيادة الرئيس في توطين صناعة أجهزة التحليل الكهربي على أرض مصر. نعم. في مستثمرين مهتمين جدا إن هم يضخوا استثماراتهم بحيث إن ينقلوا الخبرة دي، وده نقطة مهمة جدا، ينقلوها لمصر بحيث إن تبقى مصر بوابة مهمة أفريقيا وعربيا وإقليميا. بالاضافه الى الوكالات التمويل العالميه الاجنبيه، الشركات الاجنبيه. عايز اقول لحضرتك يعني لا، في بالاضافه لحضرتك يمكن اشرت لجزئيه مهمه، وهي التعاون مع البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه لوضع استراتيجيه مصريه في الهيدروجين الاخضر. ايوه.
ان شاء الله متوقع مع نهاية هذا العام مع انطلاق مؤتمر قمة التغير المناخ في نوفمبر القادم في شرم الشيخ. ان شاء الله تكون الاستراتيجية دي تكون بدأت تتضح، وبالتالي يخش الهيدروجين الاخضر في استراتيجية الطاقة او في مزيج الطاقة، حيث تبقى اعتمادنا ما تبقاش بس على المصادر التقليدية اللي بدأت تواجه بعض التحديات، لا عندي أصبح عندنا طاقات شمسية، عندنا رياح، عندنا نووي، عندنا هيدروجين أخضر، لا يبقى في مصادر كتير جدا ومتجددة ونظيفة وفي نفس الوقت حاجة. دكتور أيمن، عايز في أرقام بعد إذن حضرتك وضعنا الحالي بالنسبة للكهرباء، عندنا إنتاجنا في مصر، عندنا اكتفاء الذاتي، عندنا التصدير فين كذا، كنا ايه 2014.